بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الماضي لا يذكر، كلمة كان يكررها مسعود الهمذاني بوجه كل من أخطأ في حقه. فلقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام أنه رؤي في المنام بعد موته، فقيل له: يا مسعود، ماذا فعل الله بك؟ فقال لهم: أوقفني بين يدي وقال لي: يا مسعود، الماضي لا يذكر، انطلقوا به إلى الجنة. نعم أيها الإخوة، الجزاء من جنس العمل، فكلما سامحت وصفحت وعفوت عن الناس عفى الله تعالى عنك. حري بنا ونحن في شهر رمضان أن نتحقق جميعا من قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ جعلني الله تعالى وإياكم من الذين قال فيهم: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.